مرة من المرات يا أخواني، والدي الشيخ عبد الكريم رحمه الله داخل المسجد من أجل أن يعطي الدرس العام، والدرس العام يمتلئ المسجد ويغص بالحاضرين. عندما دخل وجد أخا من الإخوة من الشباب يصف الدراجات، مسكليتات كان عم يصفها برا حتى ما تسد الطريق. فقال: يا ولدي ماذا تعمل هنا؟ قال: يا سيدي كلفني إخواني أن أصف الدراجات وأن أفسح طريقا لمن يريد أن يدخل إلى المسجد. قال: يا ولدي اسمع، أنا سأدخل الآن إلى صدر المجلس وأعطي الدرس هناك على منصة الدرس، وأنت هنا تصف الدراجات، لكن من أفضل عند الله؟ الله أعلم. يا ولدي لا تنساني من دعواتك والسلام عليكم. هكذا رأى الشيخ عبد الكريم نفسه بأنه ليس بأفضل من الذي يصف الدراجات، مع أنه أراد أن يعطي الدرس في صدر المسجد وعلى منصة الدرس، ومع ذلك ظن نفسه أو اعتبر نفسه أقل من غيره بكثير، ولو كان هو الذي يعطي الدرس ويعطي التوجيه والمواعظ والإرشادات.